بطريقة جديدة وفي 5 خطوات بس هتتعلم ازاي تربح من التسويق بالعمولة بدون خبرة وانت لسه مبتدئ. عشان تعرف التفاصيل تابع الفيديو للنهاية. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت وبالاخص المبتدئين. لكن قبل ما نبدأ في الشرح وتعرف التفاصيل ما تبخلش عليا باللايك المجاني واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهات الربح والعمل من الانترنت. وندخل في الشرح مباشرة. احنا قلنا في اول الفيديو النهاردة معانا طريقة جديدة للربح من التسويق بالعمولة، يعني جهز نفسك ان انت هتسمع معلومات جديدة واستراتيجية جديدة هتساعدك فعلا في الربح. الخطوة الأولى في استراتيجية النهاردة وهي الدخول على موقع cbsnooper.com علشان يساعدك في اختيار أفضل منتجات التسويق بالعمولة، تمام؟ بتقدر تسجل في الموقع بطريقة مجانية بدون أي مشكلة بالبريد الإلكتروني ومش محتاج أي حاجة غير بريد إلكتروني وكلمة مرور. بعد ما بتسجل في الموقع بيكون بالشكل ده. شوف بقى الموقع عامل حاجة احترافية. الموقع هنا جايب لك أفضل المنتجات في برامج التسويق بالعمولة المضافة مؤخرا، وكمان الترندنج المنتجات اللي هي عاملة ترند، وكمان أفضل المنتجات أو التوب برودكت. الكلام ده خاص بإيه؟ الكلام ده خاص بالديجيتال برودكت أو المنتجات الرقمية زي اللي موجودة على كليك بانك أو ديجي ستور. طبعا ديجي ستور عليه معظم المنتجات اللي موجودة على كليك بانك، وموقع سي بي سنوبر ده بيجيب لك افضل المنتجات اللي موجودة في كليك بانك، لكن زي ما قلنا اللي موجود على كليك بانك موجود على ديجي ستور. نركز هنا وناخد بالنا من الترندنج برودكت هنا ونبدأ ندور على اي منتج، وليكن مثلا منتج سموث دايت اللي قدامنا ده، باخده كده كوبي واروح اسجل بقى يا اما في كليك بانك بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انا شارح فوق في حرف الاي هنا، او تسجل في ديجي ستور. برضو ديجي ستور متاح التسجيل فيه في اي دولة عربية، وانا سايب لك فوق في حرف الاي افضل 3 بدائل لمنصة كليك بانك تقدر تشتغل عليها وتسجل فيها بدون اي مشكلة، وان شاء الله تحقق ارباح محترمة من المواقع دي. وليكن انت سجلت في ديجي ستور او كليك بانك، بعد ما بتسجل بتكون واجهة كليك بانك بالشكل اللي قدامك كده. كل اللي انت بتعمله بتيجي هنا في شريط البحث وتبحث عن المنتج اللي انت جبته من الموقع سي بي سنوبر. وليكن انا هبحث هنا عن سموث دايت ده علشان يجيب لنا المنتج ده طبيعته ايه. منتج بيتكلم عن التخسيس، اسرع طريقة لتخسيس الوزن في 21 يوم، بتحقق ارباح $23 كأول عمولة ليك من التسويق للمنتج ده، تمام كده؟ أنا لسه معرفش أي حاجة عن المنتج، الحاجة الوحيدة اللي عرفتها إن ده منتج خاص بالتخسيس، وطبعاً نيتش التخسيس ده مفيد جداً وقوي جداً لو أنت بتستهدف الدول الأجنبية، واللي بالفعل النهاردة هنستهدف الدول الأجنبية. تابع معايا ثانية بثانية علشان تفهم التفاصيل. لكن لو انت بما انك بتسمع الفيديو ده باللغة العربية فانت عندك فرصة كبيرة جدا لتحقيق ارباح تتخطى $1000 شهريا من اللغة العربية. هتلاقي قائمة تشغيل فوق في حرف الاي هنا، تضغط عليها عشان تفتح لك اكتر من 8 استراتيجيات للربح من اللغة العربية. تقدر تشوف اللي تناسبك وان شاء الله تساعدك الطرق دي وتحقق ارباح محترمة. نرجع للشرح بتاعنا. ده المنتج بتاعنا اللي احنا خلاص حصلنا عليه. كل اللي انت بتعمله بتضغط هنا على بروموت لينك، كرييت هوب لينك، وهو ده رابط الافلييت بتاعي اللي انا هسوق له. بعد كده هروح مباشرة على اي موقع اختصار روابط غير ربحي. كمان مرة اختصار روابط غير ربحي، انت بتروج منتج هتحصل على ارباح $23 من منتج واحد، ما تروحش تدور على سنتات من اختصار الروابط. وكمثال لافضل موقع اختصار روابط مجاني وهو موقع bit.ly.com، تقدر تسجل فيه برضو بطريقة مجانية بالبريد الالكتروني وكلمة المرور، وبعد كده تضغط على create now link، تحط هنا رابط الافلييت بتاعك، تمام، وبعد كده تضغط هنا على create، تمام، علشان تحصل على الرابط زي ما احنا شايفين. هاخده كوبي كده وهو ده الرابط اللي انا هسوق له. كده خلاص انا حصلت على رابط المنتج اللي انا هسوق له وعرفت المنتج ده قوي وفي الترندنج برودكت، تمام. هنروح بقى على الخطوة اللي بعد كده وهي ان انا عايز احصل على محتوى تسويقي للمنتج ده
انا معرفش اي حاجة عنه، عن المنتج الخاص بيه الضيف ده، وهستهدف دول اجنبية ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. بروح على جوجل واكتب هنا اسم المنتج سموث فور رابيد ويت لوس، واكتب جنبها كلمة ريفيو على جوجل، تمام، واضغط انتر. هيجيب لي ريفيوهات كتيرة جدا، تمام، مقالات كتيرة جدا عن المنتج اللي هو سموث دايت اللي قدامنا ده. اروح تاني على جوجل واكتب سموث دايت رابيد ويت لوس ريفيو ان ميديم، منصة ميديم عليها مليارات من الزيارات شهريا، برضو هنحصل على التوب ارتكلز او المقالات، افضل المقالات في ميديم اللي ليها علاقة بالمنتج اللي احنا اشتغلنا عليه، واضغط انتر. افتح تابويب جديد واكتب برضو ريفيو ريديت، برضو منصة ريديت عليها ملايين الزيارات الشهرية، برضو هستهدفها، تمام، واضغط انتر. شايف كل دي بقى مقالات في ريديت وميديم وكمان على جوجل. كل اللي هعمله بقى خطوة خطوة كده، هبدأ اخد مقالة مقالة من المقالات دي، تمام، او المقالات اللي موجودة في ميديم او المقالات اللي موجودة في ريديت، تمام. وليكن على سبيل الشرح انا هاخد المقالة دي، مقالة بتتكلم عن المنتج اللي انا هشتغل عليه. كل اللي انا هعمله هاخد كل المقالة كده كوبي، تمام كده، اخدها كوبي واروح بعد كده على الخطوة التانية. الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح اما على اي موقع خاص باعادة الصياغة زي موقع كويل بوت اللي قدامنا ده، او ان انا اروح على اي موقع شات جي بي تي واقول له اعمل لي ريرايت او اعمل لي اعادة صياغة للمقالة بتاعتي اللي انا جايبها دي، تمام. هل انا هاخد المقالة ديت وهسوقها مباشر؟ هقول لك لا، ركز بس معايا وتابع. سواء كنت استخدمت شات جي بي تي او كويل بوت ايا كان الموقع، تمام، انت جالك هنا المنتج اهو او المقالة اللي هي عملت لها بارافريز، هاخدها كوبي كده بقى واروح مباشرة على الخطوة اللي بعد كده. هروح على مدونة بلوجر وانشئ مدونة مجانية باسم ليه علاقة بالمنتج اللي انا اشتغلت عليه، المنتج اسمه سموثي دايت، يبقى استهدف اسم المدونة ليه علاقة بنيتش او الكاتيجوري الخاص بالدايت. مش عارف اروح اعمل ايه؟ اروح على موقع شات جي بي تي واقول له اقترح لي اسم دومين لموقع يهتم بالهيلث اند دايت اند فيتنس، جايب لك اكتر من 10 اقتراحات زي ما احنا شايفين، تمام. وليكن انا هاخد مثلا اللي هو البيور فيب هاب اللي قدامنا ده، تمام، فيت هاب ده، واروح اسجل اسم المدونة بنفس النظام نيكست، حط رابط، مش هيهمني هنا الرابط قوي لان هعدلك هعرفك خطوة احترافية، تمام تمام، اضغط هنا على سيف. خلاص بقى عندي مدونة بالشكل اللي قدامك ده. قبل ما اجيب المقالة اللي انا عملتها بارافريز هنا، عايز اشتغل بشكل احترافي اكتر، فانا جايب لك هدية متاحة بس لفترة محدودة، وهي ان انت تربط المدونة بلوجر المجانية دي باسم دومين احترافي دوت كوم. طيب ده بيفيد بايه؟ بيفيد في تصدر نتائج البحث لموقعك او الدومين بتاعك او المقالة بتاعتك، بيزود الاثوريتي، بيزود قوة المقالة في اي منصة تسويقية انت بتسوق لها. طيب البعض، لا الكتير بيشتكي من ارتفاع اسعار الدومينات دوت كوم، هقول لك ما تقلقش، امال هنا ليه؟ انا جايب لك اسهل موقع وافضل موقع لحجز دومين دوت كوم باقل من 2 جنيه استرليني في السنه، ومعاه هديتين هسيبك تعرف الهديتين دول لما تشوف فيديو حجز الدومين بتاعك دوت كوم. المهم هتلاقي رابط تفعيل الكوبون لخصم او حجز دومين دوت كوم باقل من 2 جنيه استرليني موجود في صندوق الوصف، تضغط عليه علشان يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. اجي هنا بقى وابحث عن اسم الدومين اللي انا جبته من الشات جي بي تي او الشات جي بي تي اقترحه عليا، واروح على names.com واكتب هنا اسم الدومين اللي انا بدور عليه، سيرش اشوفه متاح ولا لا. طب كويس والله طلع متاح اهو، دومين احترافي والله بجد، تمام، هنا متاح اهو. ببدأ بقى اتبع خطوات حجز الدومين زي ما هتشوف الشرح فوق في حرف الاي هنا، لكن ركز علشان في معلومة اضافية هنا علشان لا تتحمل اي تكاليف اضافية. هنا عندي الدومين اهو بقيمة 1.99 من 100 جنيه استرليني، اشيل بقى الزيادات دي مش لازماني، تمام، الكلام ده كله مش لازمني، تمام، اسيب بس الدومين بتاعي اللي انا بدور عليه اهو بواحد وتسعة وتسعين من 100 جنيه استرليني، يعني حوالي 2.5 دولار، يعني حوالي 100-120 جنيه مصري، تمام. بعد كده بضغط هنا بقى على create an account علشان
افعل او احجز الدومين وافعله، تمام؟ زي ما انا شارح فوق في حرف الاي هنا، حجزت الدومين بتاعي، ارجع تاني على بلوجر اربط مدونه بلوجر بالدومين زي ما انا هسيب لك شرح برده فوق في حرف الاي او في صندوق الوصف، بقى عندي مدونه احترافيه، تمام؟ هتكون دي الاساس او البيزك بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، مش الاعتماد الاساسي عليها، لا، هتكون هو حاجه زي كده اللي هو الترافيك، احنا هنجيب الترافيك كله على المدونه بتاعتنا دي، تمام؟ بشكل احترافي زي ما هنشوف دلوقتي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح نجيب المقاله اللي احنا عملناها برا فريز دي، وتروح هنا تنشئ تدوينه جديده، تمام؟ بالشكل ده، وتعمل لصق للتدوينه بتاعتك اللي انت جبتها وعملت لها ايه برا فريز او اعاده صياغه، واجيب العنوان واكتبه هنا في العنوان، تمام؟ واهم حاجه بقى احط الكول تو اكشن او هدف او دافع او حافز للزائر ان هو يضغط على رابط الافلييت. الله، والزائر اصلا هيجي منين؟ ما تقلقش، ما احنا هنعرف دلوقتي هنجيب الزائر منين. المهم هاجي هنا احط، تمام، رابط الافلييت بتاعي هنا، رابط الافلييت النهون اللي انا جايبه دلوقتي وعامل له اختصار روابط، وهو ده، تمام كده، هحط له ارتباط هنا وابدا اوزع رابط الافلييت بتاعي، تمام، بالشكل ده، كوبي، وانزل تحت برضو هنا، وانزل تحت هنا اوزع بقى ايه رابط التسويق بالعمولة، وبعد كده اعمل نشر، خلاص كونفيرم نشرت المقالة، تمام. هقف عند كده، هقول لك لا، احنا بقى هنسوق بقى للمنتج، وهي دي التركية بقى والفولة اللي في الفيديو. ازاي؟ هنروح لترجمة جوجل عمنا بتاع الشات جي بي تي، وركز هقول له ايه. احنا جبنا مقالة ورفعناها على مدونة بلوجر زي ما احنا شايفين، هاخد المقالة كوبي كده واروح لترجمة جوجل واقول له استخلص من المقال التالي 10 اسئلة و10 اجوبة على ان تضمن التسويق لمنتج ما سأضيفه انا لاحقا على الا يكون الزائر مشوش او زعلان، يعني من الكول تو اكشن او الدافع اللي انا هحطه جوه المقالة علشان ايه يشتري المنتج. بترجمها من اللغة العربية للغة الانجليزية، خدها كوبي واروح لمين؟ للشات جي بي تي بنفس الفكرة كده، تمام. وبعد كده افتح علامتين تنصيص واحط ايه؟ واحط المقالة بتاعتي اللي انا جبتها واللي انا عملت لها اعادة صياغة. ليه؟ علشان الشات جي بي تي يبدأ يعمل لي 10 اسئلة واجاباتهم مستخلصين من المقالة دي، واللي بتسوق ليه؟ المنتج اللي اسمه سيدايت اللي هو بتاع التخسيس او الدايت، وانتظر الشات جي بي تي واشوفه هيعمل لي ايه. فأقل من دقيقة أو اتنين زي ما انت شايف عمل لي هنا أسئلة وإجابة، أسئلة وإجابة. أنا حصلت على الأسئلة والإجابات أهي، بقى عندي 10 أسئلة ليها علاقة بالنيتش بتاعي. هاخد سؤال 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 سؤال، وليكن أول سؤال ده، تمام كده، واروح بيه على منصة كورة. طبعا منصة كورة دي يعتبر من افضل المنصات للاجابة على الاسئلة، عليها ترافيك. تعال نشوف بس الترافيك اللي على منصة كورة شهريا، 800 مليون زيارة شهريا. انت بس مش عايز 1%، لا، ده انا عايز 1 من 1000% من الزيارات اللي بتيجي دي. طب هعملها ازاي؟ بطريقة سهلة وبسيطة، هاجي هنا اعمل اسك واحط هنا السؤال بتاعي بس كده، تمام، واضغط هنا على اد كويتشن واجاوب على السؤال بحساب مجاني تاني من على كورة، بس بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب ده هجاوب على العشر اسئلة او هاخد العشر اسئلة دول بنفس الطريقة. لكن هنا ملحوظة بقى، قبل ما اجاوب على السؤال لازم احط داخل السؤال الكول تو اكشن او رابط التسويق بالعمولة بتاعي. هلقف عند كده هقول لك لا، انا هروح ادخل على كورة برضو وابدأ ابحث هنا عن كلمة لوز ويت. انا المنتج بتاعي ليه علاقة باللوز ويت، وادور على الاسئلة، لكن انا هختار الاسئلة واختار، ركز قوي كده، هختار هنا الوقت بتاع اجابة السؤال ده او الوقت بتاع رفع السؤال على المنصة لاخر ساعة او اخر يوم او اخر اسبوع او حد اقصى اخر شهر، تمام، وابدأ اجاوب على الاسئلة دي، تمام كده. طب هجاوب على السؤال ازاي؟ هاخد نص السؤال ده، تمام كده، كوبي،
واروح بيه برضو فين؟ على شات جي بي تي، واقول له جاوب لي على السؤال ده تمام بالاعتماد على المقالة السابقة. زي ما انت شايف دي بندو ان لاست ارتكل انسر ذا كويتشن، تمام، وانتظر اقول للشات جي بي تي هيرد عليا ويجيب لي ايه. هنا جايب لي اهو اجابه للسؤال ده بناء على المقاله اللي هي خاصه بالسموث دايت او المنتج بتاعي. كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هاخد كل الاجابه دي كده كوبي، اروح على السؤال واعمل له انسر واحط اجابه السؤال بتاعتي، واجي هنا بقى واحط رابط التدوينة بتاعتي، رابط التدوينة بتاعت بلوجر اللي انا انشأتها. ما ينفعش احط رابط الافلييت مباشرة، ليه؟ لان هيتم حظر حسابي على منصة كورة. فهاجي هنا الاول اجيب كول تو اكشن، اللي هو كول تو اكشن علشان حد يحجز او يطلب الاوردر او يضغط على الرابط ويروح يشتري المنتج، تمام. هاجي هنا احط ال كول تو اكشن ده وغير الكلمه ديت او رابط الكلمه دي بقى لايه؟ لرابط المدونه بتاعتي. رابط المدونه بتاعتي اجيبه منين؟ اهو بيرمالينك، ده الرابط بتاعي طبعا بعد ما اربطه بدومين بتاعي الدومين دوت كوم. فهاجي هنا اعدله تمام واضيف هنا رابط جديد تمام اد تمام، وبعد كده برضو اغير هنا الايقونه دي برضو اعمل ارتباط بالرابط الجديد بتاعي اد تمام، وبعد كده ابدا اضغط هنا على بص علشان يتم نشر المقاله ولا يتم حظر اي اجابات ليا. زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب هاخد بقى كل الاسئله اللي جات من الشات جي بي تي واروح على منصه كورة اسال السؤال واجاوب واحط رابط الافلييت، او اخد السؤال اللي موجود على منصه كورة وابدا بناء عن المقاله او المقالات بقى اللي جات من جوجل او اللي جات من ريديت او اللي جات من ميديم، ايا كان المقاله اللي انت استخدمتها ابدا استخلصها واحولها لاسئله زي ما شفنا بنفس الطريقه دي. انا عارف ان عارف احساسك وحاسس بيك ان حاسس الموضوع كبير، لكن الموضوع سهل، محتاج بس كده ورقه وقلم كوباية شاي وتركز وتعرف انا قلت ايه، وتركز بس في الفكرة. انا اللي يهمني طرح الفكرة، الفكرة تكون وصلتك، وبعد كده انت بقى هتحط التاتش بتاعك، تحط اللمسة الخاصة بيك وتسيستم الاستراتيجية ديت على حسب دماغك وعلى حسب طريقتك، تمام، وان شاء الله تنول النجاح وتحقق ارباح كويسة من الاستراتيجية السهلة والبسيطة دي. بكده اكون خلصت شرح استراتيجية النهاردة، لكن لو انت بقى مهتم بالربح من مشاهدة فيديوهات اليوتيوب ومن فيديو واحد على اليوتيوب ازاي تحقق ارباح مماثلة من التسويق بالعمولة بنفس الطريقة، فانا هسيب لك فوق في حرف الاي هنا، وزي ما احنا شايفين قائمة تشغيل للربح من فيديوهات اليوتيوب حتى وانت مبتدئ، وكل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون اي مجهود وبدون اي خبرة. لو وصلت معانا لحد الثانية ديت في الفيديو يعتبر من انت من اصدقائنا المقربين، وحتى لو ما وصلتش برضو انت من اصدقائنا المقربين على القناة، فاوعى تبخل عليا باللايك المجاني واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس، ده بيسعدنا جدا وبيخليك يوصلك كل فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل والربح من الانترنت. انتظرونا فيديو جديد واستراتيجية جديدة تناسب كل مبتدئ، واشوفكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.